وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، أفضل نعيم يحصله العبد وأفضل ثمرة يحصلها العبد محبة الله للعبد لا محبة العبد لله. مسألة انك انت تحب ربك، كثير من الناس يحبون ربهم، لكن ان يحبك ربك، هذه مش كل الناس، مش لكل الناس. طيب، ألا ندلكم على باب من أبواب تحصيل محبة الله؟ إنك أنت تحصل محبة ربنا أو تسعى إليها أو قد ترزقها بهذا الباب، النوافل. النوافل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تبقى أفضل حاجة تتقرب بها ربنا إيه؟ النفلة ولا فريضة؟ فريضة. ها؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي ها يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، خد كده موقف أو خد دلالة أو شيء من هذا من محبة الله أو من ثمرات محبة الله للعبد. واحد يقول لك يعني إيه لما ربنا يحبني؟ ماذا أن يحبني ربي؟ إذا أحبك ربك أحبك كل شيء في الكون، الحجر، الشجر، البشر، ها؟ كل الكون من حولك يحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله، شوف الحديث ده تاني كده، خده: إن الله إذا أحب عبدا دعا من؟ جبريل، صفي الملائكة، ملك الوحي: يا جبريل إني أحب فلانا. قال له: فلانا يعني ربك يذكرك باسمك، ينادي جبريل: يا جبريل أحب محمد، ولا أحب خالد، ولا إبراهيم، ولا فلان باسمك. أي باسمك انت، انت كم وزنك عند ربنا؟ ها، كم وزنك، كم قدرك عند الله عز وجل حتى ينادى عليك باسمك؟ تخيل انت في الدنيا اللي انت عايش فيها دي، لو في وسط الخلق الملايين المليانه ديت، شوف وزنك انت قد ايه في وسط الكون الفسيح الواسع هذا كله. تخيل انت كم تساوي؟ ربما لا تساوي شيء، ربما لا يذكرك احد، لكن أن يذكرك الله عز وجل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، أمر لجبريل أن يحبك فيحبك جبريل، ثم ماذا؟ ينادى باسمك. يا سبحان الله، يكون الإنسان في الدنيا واسمه بين الملائكة، ينادى باسمه في وسط الملائكة في الملأ الأعلى: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ماذا؟ يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله العظيم، ما أن يراه إنسان حتى يحبه. أنت مش مرات كده بتقابل إنسان يمكن لأول مرة، تقول سبحان الله الإنسان هذا يعني كأنه أخذ قلبي، كأنه أعرفه من سنوات،
والمسألة ما بتكونش مسألة شخصية يعني عندك أنت لوحدك، لا تجد واحد تاني يقول لك نفس الكلام، يقول لك والله الإنسان هذا سبحان الله إنسان بشوش، إنسان ما أن يرى إنسان حتى يحب. سبحان الله، هناك أناس كثر أتوا في هذه الدنيا ورحلوا منها، وما قابلناهم وما عايشناهم وما جلسنا معهم وما استمعنا إلى حديثهم، لا أكلنا معهم ولا شربنا معهم ولا سافرنا معهم، ومع ذلك نحبهم وقلوبنا ممتلئة بحبهم. تحب النبي ولا لا؟ تحب الصحابة ولا تحب الصحابة؟ احنا الآن الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا عن سيدنا آدم عليه السلام بنحبه، شفناهوش ولم نعاشره ولم نعيشه. سيدنا إبراهيم، إسماعيل، موسى، عيسى، أنبياء الله ورسله، سمعنا عن مؤمن آل فرعون، سمعنا عن الصالحين أتباع الأنبياء الذين كانوا يقاتلون معه وصبروا معه وآمنوا به، ونحبهم ونتقرب بحبهم إلى الله عز وجل، وما رأيناهم، ما رأيناهم وما عايشناهم. سمعنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من منا لا يشتاق أن يرى، أن ينظر في صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الواحد يبيع يعني كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يعني في بيان بعض شأن بعض أناس من هذه الأمة، يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله أو ولده فقط، أن تدفع مالك وتدفع مالك وولدك في مقابل أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المحبة دي من أين؟ من أين هذه المحبة؟ من محبة الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عمر، عثمان، علي، سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم وما رأيناهم، ومع ذلك سبحان الله نحبهم وقلوبنا ممتلئة بحبهم، بحب الله عز وجل لهم.